بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة والسيدات، بعدما مكر إخوة يوسف بأخيهم، هذا الطفل الضعيف أكرمه الله وعلمه وآتاه من الحكمة، وعندما أخضع سيدنا يوسف لاختبار وبلاء نجح فيه نجاحا كاملا، فلم يرتكب الفاحشة ولم يخن ربه أي العزيز الذي أكرمه، ولم ينسى أن الله يراه، لذلك نجح في هذه الاختبارات وفضل أن يسجن على أن يرتكب الفاحشة. هذا ما نريده من شبابنا اليوم، ألا تنحرف باتجاه الخطأ مهما كانت الضغوطات. مهما كانت الضغوطات عليك، ثق تماما أن الله سيقف معك، لن ينساك، كما وقف مع سيدنا يوسف عليه السلام. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. شيء غريب، والله شيء غريب أيها الأحبة. رأوا آيات وبراهين واضحة أن سيدنا يوسف بريء، وظهرت براءته أمام العالم بأكمله، فرغم ذلك رأوا أن يضعوه في السجن. يعني انظروا إلى الإنسان عندما يتعرض للظلم ولكنه يصبر ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. ودخل معه السجن فتيان. هنا أيها الأحبة، عندما فضل سيدنا يوسف السجن على أن يرتكب الفاحشة، كان هذا السجن سببا في وصوله إلى عرش الملك. فأنت أيها الإنسان الذي اقتنعت بهذا القرآن وآمنت به، إذا تركت معصية ابتغاء وجه الله وأصابك ضر بسبب خوفك من الله، ثق تماما أن هذا الضر سينقلب إلى نعمة كبيرة تجدها، ولكن بعد أن تصبر. سيدنا يوسف له مقولة يجب أن تكون منهجا لنا في حياتنا أيها الأحبة. في أواخر القصة ماذا قال لإخوته؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر، وكأن الله يريد أن يقول لنا إن التقوى والصبر تساوي الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالمحسنين هؤلاء أيها الأحبة في درجات عالية يوم القيامة عند الله في الآخرة، وفي الدنيا لهم حياة طيبة، لهم حياة مستقرة مطمئنة. ودخل معه السجن فتيان شابان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، يعني في المنام، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. كان وجه سيدنا يوسف عليه السلام وجه مشرق منير متواضع، يألف ويؤلف، كان الإحسان يظهر على وجهه. هكذا المؤمن أيها الأحبة ينبغي أن يكون شديد التواضع لله عز وجل. مهما آذاك الناس اصبر، وستظهر نتائج هذا الصبر على وجهك. تقاسيم الإحسان كانت ظاهرة على سيدنا يوسف مع أنه كان ضعيف وألقوه في الجب،
وشروه بثمن بخس، وتعرض لكثير من الفتن، ولكن هذا الوجه البريء الذي تظهر عليه علامات الإحسان كان واضحا حتى لمن لا يعرف سيدنا يوسف: إنا نراك من المحسنين. هذه الآية أيها الأحبة تذكرني باكتشاف أثري قبل يعني سنوات قليلة. وجدوا أنه في مصر القديمة كان دائما أو غالبا الفراعنة أو ما قبل الفراعنة كانوا يصنعون مصانع للخمر وبجانبها مصانع للخبز، فكانت أهم صناعتين يعني عصب الاقتصاد في مصر القديمة كان الخبز والخمر، والخمر كان أهم يعني. فتصوروا المجتمع الذي نشأ فيه سيدنا يوسف ولم يذق الخمر ولم يرتكب معصية، وكان يعلم أن الله تبارك وتعالى يراه: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالاكتشاف الأثري هذا أيها الأحبة، وجدنا هنا إشارة قرآنية لطيفة، إشارة: قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. الخمر والخبز، من أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخمر والخبز كانا هما عصب الاقتصاد في ذلك الوقت، وكانت المصانع تنشأ جنبا إلى جنب، يعني مكان تصنيع الخبز وخبزه هنا وبجواره مصنع للخمور. فهنا هذان الفتيان يعني كانت الرؤية عامة يعني تدل على ذلك العصر. دائما الرؤية أيها الأحبة، هنا أتوقف، هناك علم قائم اسمه علم الرؤى. هذا العلم أيضا يدلك على الزمن الذي كان يعيش فيه هذا الذي يرى الحلم. ففي زمن سيدنا يوسف كانت صناعة الخمر والخبز مشهورة بجوار بعضهما، والحلم الذي رأيناه هنا في القرآن أورده القرآن في قصة سيدنا يوسف ذكر الخمر والخبز، هذا إشارة على صدق القرآن وأنه ليس من تأليف النبي كما يدعي أولئك الملحدون الجاهلون الذين لا يقرؤون شيء. فلذلك أيها الأحبة، هذه آية فيها إعجاز علمي وتاريخي لا يستطيع أحد أن ينكره. المهم، ماذا قال لهما سيدنا يوسف؟ أراد أن يعطيهما دليل أنه سيفسر الرؤيا بشكل دقيق، ولكن قبل ذلك قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله من قبل أو قبل أن يأتيكما. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فالعلم الذي كان لدى سيدنا يوسف كان لديه علم يستطيع أن يتنبأ بالطعام الذي سيأكله كل شخص. نحن أحدنا ينسى ماذا أكل البارحة ولا يستطيع أن يتوقع ماذا يأكل غدا، هذا علم كان لدى سيدنا يوسف، وبالتالي عندما كان ينبئهم بذلك أخذ مصداقية عالية عند هذين الفتيين، وقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. لقد تركت ملة هؤلاء الذين يشربون الخمر ويظلمون
ولا يؤمنون باليوم الآخر وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. انظروا أسلوب الدعوة إلى الله أيها الأحبة، أسلوب الدعوة. الدعوة إلى الله أحبتي هي فن على فكرة. في أي موقع تستطيع أن تدعو إلى الله. إذا اشتريت شيء من مكان تستطيع أن تدل هذا البائع أو من تجده أو من تتحدث معه، دله على إعجاز في القرآن مثلا، أعطيه اسم صفحة ليطالعها، حاول أن تريه فيديو مثلا يتعلق بمعجزة قرآنية. هذا ما كان يفعله الأنبياء. سيدنا يوسف استغل وجوده في السجن ودعا إلى الله. رأيتم أيها الأحبة، نحن الآن خارج السجن وكل وسائل الدعوة إلى الله متاحة وسهلة، بضغطة زر تستطيع أن تدعو إلى الله. على الرغم من ذلك أحدنا ينسى هذا الأمر ولا يدعو إلى الله ولا ينشر علوم القرآن وينشغل بالدنيا، ثم يقول الله لا يستجيب دعائي. أنت نسيت الله، فالله ينساك. نسوا الله فنسيهم. فهنا سيدنا يوسف استغل هذه الفترة وبدأ بالدعوة إلى الله قبل أن يفسر لهما الحلم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يعني انظروا، الله أعطانا نعم وأعطانا عقل نفكر فيه، على الرغم من ذلك هؤلاء يتخذون أربابا من دون الله، يسجدون للأصنام. اليوم لا يوجد أصنام، ولكن يوجد آلهة للمال والاقتصاد والفن وغير ذلك. هذه النجوم التي ترونها، نجوم الفن والرياضة والكذا والكذا والموسيقى إلى آخره، أصبحت أصنام تعبد من دون الله أيها الأحبة. يعني تجد أحد الناس مثلا يعرف عن حياة المطرب الفلاني أكثر مما يعرفه عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر مما يعرفه عن القرآن الذي سيكون شفيعا له يوم القيامة. هذه المشكلة. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. تصوروا هذا كلام إنسان في السجن، حكم عليه بالسجن ظلما، يقول إن الحكم إلا لله. هؤلاء لا يحكمون ولا يضرون ولا ينفعون أحد، الحكم لله. هكذا ينبغي أن تكون أيها المؤمن. هذه هي السعادة الحقيقية أيها الأحبة، أن تعتقد أن الحاكم لهذا الكون هو الله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، دين ذو قيمة عالية، دين له أهمية قصوى. أنتم تتركونه وتتخذون هذه الأرباب آلهة من دون الله، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سبحان الله. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحبة، خلاصة هذه الحلقة أريد أن أقول لكم، إذا أردت أن تكون من المحسنين أدعو إلى الله، إذا أردت أن ينجيك الله من ظلمات هذا العصر، من مشاكل هذا العصر، أدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تجلس هكذا، ابدأ مباشرة بالدعوة إلى الله، دل الناس على الخير. أقل ما يمكن أن ترسل معلومة
لشخص يستفيد منها، معلومة قرآنية أو معلومة دينية أو معلومة علمية تتعلق بهذا القرآن العظيم. لذلك أيها الأحبة، إذا أردت أن يرفعك الله أيضا فاتخذ الدعوة منهجا لك في حياتك. الصحابة كانوا دعاة إلى الله وكانوا يعملون، والتابعون كانوا دعاة إلى الله وكانوا يعملون ويبنون، والدعوة إلى الله لا تتعارض مع البناء، بناء الحياة والأخذ بالأسباب والأمور هذه كلها لا تتعارض أيها الأحبة. ولا يوجد أصلا لدينا في الإسلام مهنة اسمها رجل دين، لا توجد هذه المهنة. كل الصحابة كان لديهم أعمال في التجارة والزراعة والصناعة وغير ذلك، وكانوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت مهما كنت في موقعك، مهما كنت، تستطيع أن تدعو إلى الله، كما كان سيدنا يوسف يدعو إلى الله وهو في السجن، فرفعه الله حتى أصبح ملكا على مصر في ذلك الزمن. وهذا طبعا كله بفضل وبركة الدعوة إلى الله. لذلك سيدنا يوسف ماذا قال؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، واللقاء القادم نستكمل إن شاء الله تدبر سورة يوسف عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.